عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كريمة البرنوسية. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير العسل في الدار، كتجي أكثر من رائعة من الوصفات اللي كتكون مطلوبة في شهر رمضان. كنتمنى تجربوها، غادي نشاركها معكم خطوة بخطوة وكذلك بالمقادير اللي هي مضبوطة وبأربع مكونات متواجدين في كل بيت. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا لي زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا بجديد القناة، وخليوا لي لايك ديالكم. وكنشكركم بزاف على التعاليق الزوينين ديالكم اللي دائما كيشجعوني ويدعموني باش نستمروا في القناة. ودابا غادي ندوزو نيشان المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا قالب ديال السكر كيف ما كتشوفوا معايا، جوج كيلو فيه، يمكنكم البنات ديروها بسنيدة. وعندي يطرو ديال الماء، وعندي حامضة كبيرة البنات بعد ما غسلتها مزيان ونقيتها وحيدت لها داك العضومة ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. وعندي عويدات ديال القرفة، غادي نسمها بشوية ديال الزعتر، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة ديال المانتا. أول حاجة غادي نجيب الكوكوط كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما هرس السكر مزيان هرستو، دابا غادي نضيف عليه يطرو ديال الماء، غادي نضيف عليه يطرو ديال الماء كيف ما قلت كتشوفوا معايا، غادي نسد عليه ونخليه كيف ما قلت يذوب لي على خاطرو تيولي لي غير الماء كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما داب لي القالب ديال السكر ديالي مزيان كيف ما كتشوفوا معايا كيولي غير الماء داك السكر باش تنجح معاكم العسل. ودابا غادي نديرو فوق البوطا يسخن، نخليه حتى يسخن، ومن بعد عاد نضيف القوام الاخرين. غادي نخليه حتى يسخن مزيان باش تنجح لكم العسل البنات، ضروري تكون النار مجهده نتوما العافيه تكون مرتفعه، جهدي البوطا. من بعد ما ذوبنا السكر مزيان وسخناه، دابا سخن البنات كما كتشوفوها نتوما، من بعد ما ذوبنا السكر مع الماء كما كتشوفوا معايا حطينا حتى يسخن. دابا راه سخنا مزيان، من بعد ما سخنا كما كتشوفوا ها هو سخن. دابا غادي نضيفوا المقادير الاخرين، الحامض، كنضيفوا الحامض قطعناه شرائح من بعد ما نقيناه مزيان من داك البودور، حيدنا له داك العظام ديالو نقيناه وغسلناه مزيان، ونضيفوا الحامض وداك عويدات القرفه كما كتشوفوا معايا. غادي نضيف عويدات القرفه ها هما، وغادي نجيب معلقه صغيره ديال المانتا ومعلقه صغيره ديال الزعتر كيف ما كتشوفوا معايا ها هما، غادي نديرهم بحد كموسه كيف ما كتشوفوا معايا، ديال الصريره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال المانتا، غادي نديرهم باش نسمو باش ينسمو لي العسل ديالي، كنديرهم فهاد الصريره هذه. دابا غادي نضيفهم مع العسل، ودابا غادي نضيفهم مع العسل، غادي نقفل على العسل ديالي ونخليها طيب واحد 45 دقيقة حتى تصفر البنات، عاد حسبوا لها 45 دقيقة ديال الطياب ديالها. غادي نقفل عليها كيف ما كتشوفوا معايا، بعد ما قفلت على الكوكوت ديالي مزيان دابا غادي ندير الصفارة، غادي ندير لها الصفارة ونخليها حتى تصفر، عاد نحسب 45 دقيقة والعافية ضروري. وغادي نديروها خليوها طيب 45 دقيقة والعافية كيف ما قلت لكم ضروري تكون مجهدة كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نخليها طيب 45 دقيقة، من بعد غادي نتلاقاو باش تشوفوا العسل ديالنا كي كتجي. داكشي علاش كنقول لكم تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى اللخر باش تاخذوا المقادير مضبوطة. تما البنات هذا هي العسل ديالنا، غادي نحيد هاد الحامض وداك عويدات القرفة وداك الصريرة اللي درت ديال الزعتر وما انت، غادي نحيدهم. كيف قلت لكم هذا الحامض ضروري يكون معسل وطايب مزيان، هذا هو السر الناجح ديال العسل، هذا هو السر. وكتجي غزاله بداك الزعتر وما انت والقرفه، وكتجي فيها واحد الريحه غزاله غزاله. غادي نستمر هانتوما، هذه هي العسل ديالنا كيف كتشوفوا معايا، من بعد ما بردت لنا العسل كتجي رائعه رائعه غزاله كيف كتشوفوا معايا. هذه هي العسل اللي شاركت معاكم، كتجي مجاريه مقاسحه العسل البنات، هي فاش كتبرد
عاد كتبدا تقال كتجي رائعه رائعه. ها انتوما كيف ما كتشوفوا معايا كتجي معطره من السما بداك الزعتر ومانتا وداك عويدات القرفه. ها انتوما كيف ما كتشوفوا معايا كتجي ناجحه 100%، ومقادير بسيطه وكل مكونات متوفرين في البيت. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم ان شاء الله. الا عجبتكم هذه الوصفه ديالي وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا لي زر الجرس باش ان شاء الله توصلوا بجديد القناه. وكنشكركم بزاف على التعاليق الزوين اللي دائما كيشجعوني ويدعموني باش ان شاء الله نستمروا في القناه. وخليوا لي لايك ديالكم. يلا بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. يلا بسلامه، خليتكم الراحه.